دخول الجنة، فأحدهم يصوم حتى إذا أجهده العطش وأنهكه الجوع وسوس له الشيطان أن يطعم، تذكر أن هذا ينسى إذا دخل الجنة. وأحدهم يقوم يترك فراشا وثيرا وزوجة وضيئة، ثم تخطو به قدماه إلى المسجد، وكلما وسوس له الشيطان قال ينتهي هذا إذا دخلنا الجنة. يمرض أحدهم فيشتد الألم ويعظم الكرب، فيقول سيذهب هذا العناء وينتهي هذا السقم إذا دخلنا الجنة. فإذا رأوها عظم فرحهم فيقبلون عليها.